الله يبارك في آخر أسئلته يقول: ما حكم التوسل بالأموال؟ لا يجوز التوسل بالأموات، وهذا قسمان: توسل بالأموات إن كان معه صرف شيء من العبادة لهم كالذبح لهم والنذر لهم والتبرك بقبورهم والطواف بها فهذا شرك أكبر، وهذا ما كانت تفعله الجاهلية. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان مع التوسل بالميت بذل شيء من العبادة له من ذبح أو نذر أو تبرك بتربته أو غير ذلك فهذا شرك أكبر. أما إن كان مجرد توسل بأن يدعو الله جل وعلا ويقول بجاه فلان أو بحق فلان فهذا بدعة، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. على كل حال التوسل بالأموات لا يجوز مطلقا، لكن إن كان معه شرك فإنه شرك مخرج من الملة، وإن كان ليس معه شرك وإنما هو مجرد توسل فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.